انا بدي اخذ مصرياتي وفي على لبنان اذا بدي. انا ما بدي، انا هيدا كيف انت ما في اتعاطى معه اصلا. كلمه عربي يا ماما الاول بعدين سيبكم الهبل ده وركزوا في اللي جاي عشان ده مهم جدا. الوصيه انا موافق لها شرطين للتصريف طبعا. مره لو انتوا مع بعض هتستمر الوضع على ما هو عليه. أوه. بس هو هيدير لانه الاصل يدير ايه يعني. طبعا انا هدير اصلا هيدا يكون خاينه. انا خاينه؟ انا خاينه كيف يعني؟ الميراث موجود واحنا كلنا موجودين واعتقد ان احنا متفقين. كل واحد قاعد في انا وصاحبي. الله يسامحك يا سيد بيه.